كنت اكل شاي، كنت اكل شاي، كنت اشرب شاي، والله كنت اشرب شاي واكل بسكوت ومستمتع ورا في الكواليس، ويقول تفضل يا عبد الله، قلت شويه اعطني بعد دقيقه، تفضل يا عبد الله، قلت طول الموسيقى اليوم. لكن عموما بدا الشو، بدينا لايف، بدينا الشغل، بدينا حلقه حلوه. اسمع تحيه لاحلى مشاهدين في كل مكان. جاهزين معانا الحلقة اليوم؟ نبى نستانس، نبى نتكلم، نبى نسمع، نبى نتعلم، نبى نبحر في قارب قد لا يكون قاربنا نحن، قد يكون قارب ضيفنا اللي يرفع أشريعة أفكاره وقضاياه واهتماماته، وتأخذنا رياح التساؤلات يمينا ويسارا. أملنا أن نصل إلى شاطئ الأمان أو شاطئ المعلومة أو شاطئ المعرفة، وإن شاء الله أن ما نغرق في الخطأ أو في الوقت الضيق أو في الحيرة وعدم الانتباه لما يعني نبحث فيه ونتكلم فيه يوميا. قضية ما بسهلة تتكلم يوميا، قضية مش سهلة أنك مع الناس يوميا، قضية أبدا مش بسيطة أن عقلك مفتوح ككتاب يقرأ منا أشخاص بعضهم تعلمهم لكن أكثرهم أنت لا تعرفهم. وينهم؟ منوهم؟ كم أعمارهم؟ شو أجناسهم؟ شو أفكارهم؟ إنما أنت تعرض هذا العقل يوميا عليهم، تحاور أشخاص قد يحبونك وقد لا، قد تحبهم وقد لا، ولكن في نهاية المطاف أنت تعمل في كل يوم، تبحث بين الأسئلة، تبحث بين الأوراق، تبحث بين الشاشات عن ما يسعد الآخرين اللي من خلاله إذا كنت إعلامي صادق تحقق سعادتك الذاتية. المقدمة أو الكلمات هذه مش عبثا، لأن ضيفتي اليوم أعزائي المشاهدين هي معجونة كذا مخبوزة، صح التعبير؟ يستوي الإنسان، لا جد، الإنسان إذا خلط معاه خميرة العمل وإذا وضعته في فرن الهواء أو البرنامج المباشر يوميا لا تتوقعون أنه لا يحترق، هو يحترق من الداخل، وهو يتعب، وهو يبذل جهد عصبي وذهني، وهو يعني أحيانا يكون في مهب رياح التساؤلات أو الانتقادات أو الملاحظات من الناس. عمل أبدا مش بسيط، عمل أبدا مش سهل. أنتوا قد تعيشون جزء بسيط من وجودكم في الاستوديو، حاسين أن الموضوع مسؤولية شوية، صح؟ حد منكم حاب يكون قدام الكاميرا يوم الأيام؟ ما حد؟ إلا في حد حاب، حاب تكوني معاه؟ تفضلي. طيب ليش لا؟ أي تفضلي، حاب تكوني قدام الكاميرا بتقولين شيء يعني؟ بعدين يعني اوكي بتصيري مذيعة؟ توليت هذي، وينك من زمان؟ صفقولة. ابدا ما في شيء اسمه توليت في الاعلام، بالعكس، الصغير تحتاج برامج الاطفال، الكبير تحتاج برامج الكبار، والتاريخ يشهد بان هناك مذيعين بلوا المجد وذروة الشهرة بعد ما كملوا 50 و60 من العمر. مش هذه قضيتنا. بتعرفون ضيفتنا اليوم بنتكلم عن الإعلام وتقديم برنامج صباحي يوميا في قناة جدا مهمة وجدا محترمة، هذا حديثنا القادم. لكن الحين مثل ما تعودتوا في بداية كل حلقة نذهب إلى طاولة الأخبار، نبحث بين التفاصيل عن أمتن وأدق وأهم المضامين في حلقة جديدة من برنامج لا 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 لا، عاد نبقى شوية يعني حماس، لأن اليوم خميس، صح؟ خميس، صح؟ خميس، خميس، باكر إجازة، باكر الجمعة، ونحن مستمتعين ومستانسين مع بعض في حلقة حلوة من برنامج حياكم الله أعزائي المشاهدين، وعودة لكم في حلقتنا اليوم من الآخر. وعنوان الخبر الأول: محمد بن راشد من قمة الأردن، علينا مواجهة التحديات بأنفسنا.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قال في تدوين عبر تويتر: لا خيار لمنطقتنا غير أن تواجه تحدياتها بنفسها وتجمع شعوبها على رؤية واقعية لترتيب أولوياتها والحفاظ على كيانها والتأسيس لمستقبلها. حقيقة القمة العربية تجعلنا نفكر كعرب ونشعر كعرب ونحلم كعرب. وإنسان الإمارات أتكلم نيابة عن أهلي وربعي والناس اللي أعرفهم كلهم عندهم شعور قومي عربي كبير. ونحن لما نتكلم أو مثل ما يتكلم صاحب السمو الشيخ محمد عن إعادة الحضارة وإعادة هيبة الحضارة العربية، فنحن نتكلم عن حضارة كل العرب. ولما نتكلم عن السعادة، ما في شيء اسمه سعادة إماراتي فقط، السعادة هي سعادة كل الناس اللي حولنا، سعادة أهلنا، سعادة جيراننا. نحن أحلامنا كبيرة، نحن لا نحلم فقط أن نبني دولة فيها أسوار مغلقة عن الآخرين، وإن كانت هذه الدولة متقدمة، نحن نحلم أن نبني دولة متقدمة بين دول متقدمة في عالم عربي متقدم إن شاء الله. الخبر الثاني جاء تحت عنوان الداخلية: محاولات مشبوهة لإغراق دول الخليج بالمخدرات. وصيغة الخبر تقول: مدير إدارة مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية العقيد سعيد السويدي قال إن هناك محاولات مشبوهة وقوسين أو خطين تحت مشبوهة تهدف إلى إغراق دول الخليج بالمواد المخدرة، خصوصا مادتي الكبتاغون والكريستال. فقد ارتفع عدد ضبطيات هاتين المادتين في الدولة خلال العام الماضي بنسبة 280% مقارنة بعام 2015. الكمية المضبوطة بلغت 45 مليون قرص. يا جماعة الخير، في حد يبي يوصل لبلادكم 45 مليون مرة يتعاطى فيها منو؟ شاب أو طالب قرص مخدر؟ في حد يطمح أن توصل 45 مليون حبة من الأذى والمرض والدمار لعيالنا وعيالكم؟ القضية مش بس شرطة وزارة الداخلية ومكافحة المخدرات، القضية آباء، القضية أمهات، القضية مدارس، القضية مساجد، القضية حوار، القضية وعي بأن هذا الخير اللي تعيش فيه وهذا التقدم اللي تعيش فيه قد لا يسر الجميع. هناك من ينغص عليه ما تعيش فيه من تقدم، وأنت واضح جدا أن قدامك مستقبل باهر، وأنت كلامك وخططك وبرامجك ومشاريعك واضح تماما أنها راح تصنع منك بعد 20-30 سنة دولة متقدمة جدا. لازم نوقفها عند حدها. بشو؟ بهذا الجيل، بعيالنا، بشبابنا. يبون يأذونهم، يبون يدمرونهم، يبون يضيعون أحلامهم، يضيعون أفكارهم. يقدرون؟ لا، وألف لا، لأن البيت متوحد والشعب متوحد والإرادة متوحدة وهدفنا واحد هو المركز الأول، شاء من شاء وأبى من أبى. ننتقل إلى قضية أخرى. الحقيقة القضية هاي جدلية وغريبة، ما أعرف إذا بعدها في اتصال. لا، خبرني أستاذ يوسف. عموما يعني ما أعرف، لغط علمي، بذخ علمي، حقيقة. لا، الروسي اللي يعني هذه قصة اللي تبرع برأسه لزراعة لزراعة رأسه في جسد شخص ميت، هذه القصة أصبحت معروفة. لكن الجديد في الأمر هو أن الجراح الإيطالي سيرجيو كانافيرو كشف أن أواخر هذا العام، يعني بعد 6 شهور تقريبا، سيشهد أول عملية جراحية لزراعة رأس كامل في العالم. كانافيرو قال أن نجاح تلك الخطوة سيفتح باب أمام علاج حالات مرضية معقدة، وستجرى العملية من خلال قطع الرأس وسحب النخاع الشوكي للراغب في إجراء العملية ونقلهما، يعني الرأس والنخاع الشوكي يتم زراعتهم، نقلهم إلى جسد متوفي، ثم تحفيزهم ومحاولة يعني عن طريق النبضات الكهربائية وغيرها وعمل طبي معين، بعد شهر من الغيبوبة، يعني أن ممكن أن هذا الإنسان يقوم بعدين، عاد يقوم رأس جسم ثاني وجسم جسم ثاني، يعني هذا شيء غريب عجيب صراحة. أنا ما بعلق على الموضوع، لأن عدنا على الخط.
يعني اتصال عزيز وكريم علينا لأخذ الرأي الشرعي في هذه المسألة، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحداد، كبير المفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. فضيلة الشيخ، العلم يتقدم أحيانا في خدمة البشرية وأحيانا فيما يثير اللغط والجدل، زراعة رأس إلى شخص متوفي، بمعنى آخر أن رجل قد يكون حالته ميؤوس منها فينقل رأسه إلى جسد شخص توفي قريبا، هذا كيف تقرأ شيخ وكيف يعلق عليه الرأي الشرعي فضيلتك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى وبعد. هذه المسألة يعني سأتكلم عنها من ثلاث جزئيات إن سمحت لي وسمح لي الوقت. الجزئية الأولى نظر الإسلام إلى العلم. الإسلام يدعو إلى العلم وإلى تطوير العلم لما فيه منفعة الإنسان، يدعو الإنسان، يدعو الإسلام ويدعو الإنسان ليتعلم ويزداد علما وينتفع وينفع غيره. هذا أمر مفروغ منه في سائر العلوم والفنون فيما يتعلق ببنية الإنسان أو ما يستفيد منه الإنسان كغذاء ودواء وغير ذلك. الأمر الثاني، الجزئية الثانية، مسألة هذا الإنسان الذي يريد أن يقتل نفسه لينفع غيره، هل هذا الإنسان هو حر في التصرف لنفسه ليبيح لغيره أن يقتله؟ هذا ينبغي أن يعني ينظر فيه من نظر العقل والشرع. أما العقل فإنه يقول بأنه لا يجوز الإنسان أن يضحي بنفسه لأجل أن ينفع غيره. تضحي نفسك بنفسك بمالك، تضحي بجهدك، تضحي بمصلحتك لأجل أن تنفع غيرك، لكن أن تضحي بنفسك بأن تبيح لهم أن يقتلوك حتى ينتفع غيرك، هذا أمر مما لا يقبله العقل. وأما الشرع فإنه ينهى عن ذلك. الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لماذا ينهانا عن أن نلقي بأيدينا إلى التهلكة أو أن نقتل أنفسنا؟ لأننا لا نملك أنفسنا، النفس ملك لله، والله عز وجل هو الذي يتصرف بالإنسان، لا أن يتصرف الإنسان بنفسه. فلذلك حرم الإسلام قتل النفس، سواء قتل نفس الغير أو قتل نفسه. فمن قتل نفسه بسم فسمه بيده يتجرعه، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يطعن بها نفسه، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يجوز هذا أبدا، أن يباح نفتح هذا الباب، لأن يعني كل من يأس من حياته أن يقدم نفسه قربانا لغيره ويضحي بروحه لأنه قد يأس الحال. لا يا أخي، الإسلام حرم الانتحار وحرم قتل النفس وحرم إباحة النفس للغير، كل ذلك ما يعني يقتضيه كرامة الإنسان. بل الإنسان عليه أن يصبر وأن يتحمل الأسى، ويعلم أن الحياة الدنيا ستنتهي حتى وإن طالت الحياة ستنتهي، فيصبر على أمر الله. وهذا سببه عدم معرفة الناس بربهم ودينهم، وعرف معرفة ما لهم عند الله من الثواب أو العقاب. ولذلك ترى أكثر الناس سعادة أكثرهم انتحارا، فبالسويد وفي اليابان الذين هم شعوب مترفهة يجدون الانتحار بهم كثير، لأنهم لم يعرفوا الله ولم يتعلموا شرع الله عز وجل وما ما يضرهم وما ينفعهم. فلذلك إذا كان العلماء اختلفوا اختلافا صغيرا كثيرا في مسألة نقل الأعضاء، فمتى يجوز نقل الأعضاء والأعضاء مع بقى حياة الإنسان؟ فجوزوا نقل الأعضاء التي تبقى معها حياة الإنسان، كأن ينقل الإنسان إحدى كليتين، أو أن يتبرع بدمه، أو يتبرع بجزء من جسده مع بقاء جسده سالما. فأجازه العلماء بذلك بشرط أن يكون النفع من ذلك محققا. أما أن يضحي بعينه مثلا ويبقى بعين واحدة حتى يطيع عينه، أو أن يضحي بجزئين، أو يضحي بجزء، هذا كله ما لا يجوز، لأنه فيه إضرار بالنفس، إنما جاز فيما لا يضر نفسه. الأمر الثالث والجزئية الثالثة وهو الطب. كيف الطب يسمح لنفسه أن يعني يضر الناس ويقتل الناس
عشان ينفع آخرين، لا ضرر ولا ضرار. يعني ينبغي للطب أن توقف عند هذا الحد، لا يصل إلى أن يعني ينتهز بعض إنسان وحاجة إنسان ويأتي إنسان ويضحي به لأجل أن ينفع غيره. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، شاكرين ومقدرين يعني هذه المداخلة الطيبة، كل الشكر والتقدير فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء في إدارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. وطبعا في هذه الأمور يعود الأمر والكلمة الفصل للشرع، وعموما العلم يتقدم والطب يتقدم ويبقى الإنسان يعني معرضا لأسئلة كثيرة واختيارات حادة ودقيقة الحقيقة. عموما بعد الفاصل ضيفة مميزة، فنانة وصاحبة صوت جميل لكنها لا تغني إلا في البيت ومع أصدقائها، طبعا لحضور مميز تجد أداء دورها المهني بامتياز، لكنها ليست ممثلة، هي إعلامية مميزة يرتشف معها جمهورها قهوة الصباح كل صباح في صباح العربية. بعد قليل الإعلامية الإماراتية المميزة مهيرة عبد العزيز في حوار جريء وصريح، أكبر تحية لها الحين. وبعد الفاصل وبعد استراحة نعود إلى هذه الساحة. المشاهدين تستاهل مهيرة عبد العزيز نجمة صباح العربية، تألقت بعفويتها وأناقتها وتعرف عن نفسها في تويتر بتعريف الحقيقة يستحق الانتباه والملاحظة، تقول أنا إماراتية والدتي مصرية أتقن اللهجة اللبنانية وباختصار جامعة الدول العربية. والله تستاهل تحية على هذه العروبة والمشاعر. حقيقة اليوم سنتعرف على مهيرة الإعلامية ومهيرة الأم ومهيرة الإنسانة البسيطة والعفوية، والآن رحبوا معاي ضيفتنا المذيعة الإعلامية المتألقة مهيرة عبد العزيز. من اولها من اولها موبايل من اولها سناب. اول ضيف هي عندي شايل موبايله وياه. انا لولا يعني القفطان كنت بدخل وانا صورك سناب الصراحه. هذا هذا مشاكل ترى. طبعا نحب المشاكل. هذا ازعاج. انا مهيره راعيه مشاكل. لا طبعا حرام عليك. مهيره في الليل. مهيره شرفتنا وسعيدين بتكونين معانا، وتليفونها راح يكون عندي بشروط معينه، بس اسمع تحيه كبيره لها. اهلا. هذا خارج عن المألوف، ممكن حد يعرف الباسورد؟ لا طبعا في بصمة وفي باسورد وين؟ مو بسهولة. أسرار دولة هنا، أسرار جامعة الدول العربية كلها في التليفون. شغلت في هذا التليفون؟ شغلي أسراري بيتي كله في التليفون. لو انقطع عنك التليفون ما تحمل. لو سافرتي دولة ما فيها نت ما تحمل، ما سافر الدولة. أوه. أي. أنا في مرة صار في مشكلة في التليفون فوديته يتصلح ودخلت السينما، كل 10 دقائق أتخيل إنه تليفوني يرن وأدور عليه، بعدين أتذكر أوكي صح ومو معايا أصلاً يعني. نحن صرنا مسجونين في علبة. للأسف. ونحن سجلنا أنفسنا ولا التكنولوجيا سجلتنا؟ الاثنين، يعني إحنا كمان ساهمنا مع التكنولوجيا. أنا ناوي في رمضان أسوي شيء اسمه الصيام الإلكتروني، رح أحاول أصوم لعدد ساعات معينة، مو 30 يوم، لمدة 30 يوم رح أحاول مع الصيام اللي نصومه في نفس الفترة أصوم صيام إلكتروني. حلو. يعني من غير إنترنت من غير وسائل التواصل الاجتماعي رح أحاول شهر. رح أحاول أيه. شهر بس بالليل خلاص. اوكي يعني 6 ساعات قبل المغرب. اتس فاين 6 ساعات. رجعوا لي تليفوني سناب شات على طول. جيبوا التليفون نصور الافطار. حلو. لازم. واكيد بتعيدين في الفيسبوك ولا في تويتر؟ لا لا لا، انا فيسبوك من زمان مبتعد عنه، الحين انستغرام سناب شات. طيب انا ارجع لك تليفونك. ثانك يو. كل الشكر طبعا. تحيه مره ثانيه لمهندسه معماريه
لكنها خانت الأمانة الهندسية. لا والله ما خنتها. يعني بعد الدراسة وتذكري معاي. أي أتذكر ست سنوات وماجستير. مساطر. وإيه مساطر وتتبهدل والبروجكت أنت ثلاث شهور تشتغل عليه بعدين. آخر شيء ميكروفون وبرنامج. أي والله. هذه اخرتها. ذكرتني بالوالده لان هي نفس دائما تذكرني. طب ليه ست سنين ليه؟ انه ليه تعبتينا معاك وسافرتي برا ورحتي كندا وكملتي ماجستير؟ درستي في كندا. انا درست في كندا وكملت ماجستير. فهي يعني الوالده اكثر شيء متاذيه من الموضوع انه طيب يعني اذا ما كان عندك نيه تكملي ليه طيب. تتعبيني معاك. طيب قولي لي وين القاسم المشترك بين الهندسه والاعلام؟ الواقعي ولا اللي انا الفته على امي عشان توافق على هذا النقل؟ اول شيء يعني. اللي الفتي على اللي امك لان حبيت التاليف. اللي الفته انا قلت كيف راح ترضى انه انا اخلي الهندسه وادخل الاعلام. فانا كنت في السي ام بي سي فكان في ناويين يسووا برنامج كان في الطفره العقاريه في معظم الدول وتحديدا في دبي وفي الامارات. فكانوا ناويين يسووا برنامج عقاري وقلت لهم انا بسوي لكم البرنامج. حلو. انا مهندسه معماريه وعندي خبره في المجال. فرحت عند امي قلت لها في نفس المجال مجالي هندسه يعني. هندسه هو نفسه ابدا ما بتكلم الا عن الهندسه. هو هندسه يعني بنايات وعقارات ونفس نفس الموضوع. بس دخلت عليها بهالفيلم وصدقتني اول سنه. صدقتها اي مسكينه. نوجه لها تحيه طبعا. الله يحييها يا رب. تشوفك الوالدة تشوفك؟ أي والله من أكبر المتابعين لي. ويعني هي في الأول يعني أنا أتذكر أول خمس سنوات في الإعلام كل سنة يعني خلال السنة يمكن ست سبع مرات ها متى ترجعين على الهندسة. كان لسه عندها أمل. عندها متفكين. أي هي مفكرة أن أنا بلعب يعني أنه أنا الإعلام بس كذا هواية يعني ما تعرف أنها أصلا فأي مو بعرف أنه خلاص يعني أصبح مهنة. فأقولها إن شاء الله إن شاء الله بعدين خلاص يعني استسلمت للأمر الواقع. عرفت أن بنتها يعني خلاص دخلت في الإعلام وأصبحت سجينة الإعلام وفعليا أنا أحب هالمجال. جميل. فعليا. طيب الحب قد يكون بالكلام وقد يكون بالفعل. الكاميرا ما تكذب لأن تنقلنا الصورة وكاميرا من الآخر تشرفت تكون معاك اليوم في صباحاتك الجميلة اللي أصلاً كلها شغل وعمل شايف أنتوا شفتوا الكواليس اللي هي أغلب الناس صراحة هذه أول مرة نصور كواليس البرنامج وتنعرض على أي شاشة. فتشرفنا فيكم وحبينا أنه أنتوا تكونوا ضيوفنا كمان. احنا استضفناهم الصباح واليوم انتم مستضيفينا في الليل نتشارك. اي صح انت شكلك في الصباح غير وفي الليل غير. اكيد طبعا يعني صح؟ الكل يتغير. اي بنت تتحول من الصباح للليل. اللي عندنا لوك صباحي ولوك مسائي حتى احنا يعني. لا انتم نفس اللوك. لا بالصباح الشعر نافش وكذا وفي الليل كله يعني متغطي. ايوه حلو الحمد لله. نشوف معاك هذه اللقطات مهيره ثم نعود لسؤال قد يعني زعلت شويه. عادي متعودين. ما تزعلين؟ ما تنحرجين؟ ليش انحرج؟ ما في مشاعر؟ في مشاعر بس مش مشاعر احراج ويعني ايش اسوأ شيء بيكون يعني. ما في زعل في حياتك؟ لا اكيد في زعل في حياتي. بنشوف حسب السؤال. لا حسب السؤال. صدقيني ما في سؤال زعل ولا شيء بس ابغى تشوف. على العموم الباب هنا سهل يعني سهل الهروب. بالله عليك اورطك. يرضيك ان احنا اورطك عندك هوا. يرضيك ان احنا نزعلك؟ لا طبعا ما يرضيني. نزعل حد يعني اذا احنا زعلنا حد يوم من الايام بس مهيره بنزعلها شويه. عادي عادي نشوف مع بعض. صباحا تطل علينا بإطلالتها الأنيقة والراقية ووجهها السمح الجميل من خلال صباح العربية لنبدأ معها نهارنا مع الأخبار المميزة والمثيرة للاهتمام. إنها المقدمة التلفزيونية مهيرة عبد العزيز التي تحولت إلى وجه إعلامي معروف على مستوى العالم العربي إذ بدأت عملها على الشاشة من خلال البرامج الاقتصادية ثم شدها عالم الصباح لتصبح اليوم أحد أبرز الوجوه الإعلامية العربية. التوازن هو ما يتحكم في حياتها المهنية. تهتم بجمالها بشكل يثير الإعجاب لتظهر بأجمل صورة أمام عدسات الكاميرا
وتحرص الإعلامية مهيرة عبد العزيز على مراجعة نص البرنامج قبل البث حتى تكون مطلعة على آخر المستجدات وملمة بالمادة التي ستقوم بتقديمها للمشاهد العربي. وهكذا نجد أن رحلة سير الإعلامية مهيرة عبد العزيز نحو النجاح رحلة لا نهاية لها. الساعة كم تقومين من النوم مهيرة كل يوم؟ إذا متأخرة 6:30، إذا بدري صحيت يعني على طول من أول رنة للألارم 6، بس إذا في سنوز أكثر أيوة. من مرة تصير 6:30 يعني. أنت عندك هذه عادة شو يسمونها؟ إيه السنوز أنا ما أصحى الصباح. إيه ما أصحى الصباح عادي. إعادة تنبيه اسمها. أيوة إعادة تنبيه. أوه معناته الاستفاقة الصباحية مهمة يعني متعبة. أكيد. أكيد بس تعودنا. وتصيرين عندك هاجس النوم والاستيقاظ وصح؟ صراحة كمية خاصة أول سنة لأنه أنا ما كنت متعودة، أنا كنت روتا أيام الاقتصاد، مرة الصباح مرة المساء مرة العصر مرة في الليل، فيعني الجلطات تتوزع على مدار اليوم. بس أن أنت ما تصحى الصبح يعني تتهيأ أنه الألارم رن، يصير عندك كوابيس انه رن ومصحيت ما رحت الدوام، او يعني هي اول سنه كانت فعلا صعبه، وهذا هوا وراك مو شيء بسيط يعني، فهاجس يعني مش مدير راح يقول تاخرتي بالضبط، ومع يعني اوبشن انك تتغير او خيار انك تتاخر مثلا ربع ساعه نص ساعه، والله كان في زحمه كان في حادث مو موجود طبعا عندك هوا ساعه 9 طبعا ما في خيارات. وانت من النوع اللي يوصل البرنامج يقرا ويحضر؟ أنا صراحة أحضر قبل بيوم، بس التحضيرات اللي شفتوها في الفيديو هي التحضيرات الأخيرة لآخر نص اللي هي التوزيع كمان، لأن أنا عندي طبعا زميلي جماعة عندي بالكنترول يقول اسمع وتعلم قبلها بيوم تقرأ. إيه قبلها بيوم لازم نحضر نتصل بالضيوف. أنتوا اللي اسمعوا قبلها بيوم النص جاهز يا جماعة الخير. تحية لفريق أعداد صباح العربية يجنن الصراحة. كيف ناسكم جاهز قبل بيوم؟ أخباركم بايتة؟ لا إحنا نكون محضرين النصوص المبدئية أوكي، ونكون عارفين من ضيوفنا طبعا. إحنا من الخميس، إحنا اليوم الخميس صح؟ صح. حضرنا next week حطها بالكامل حطها أوكي؟ بس طبعا نخلي يعني إذا صار شيء حدثي أكيد يتغير. حلو أكيد يتغير. حلو. يعني قبلها منو ضيفك لحد عين؟ يوم الأحد إن شاء الله خالد يوسف المخرج. أوه. وفي عنا وكيل وزارة العدل السعودية على موضوع الحضانات ما شاء الله. في عنا يوم التوحد العالمي فجايبين دكتور عن الموضوع، وفي كمان موضوع Arabs Got Talent طبعا. حلو طيب العمل اليومي محرقة ولا العمل اليومي بستان من الورد كل يوم تسقيه وتشوفه ينمو ويزهر والناس تتفاعل معاه وتعيش معاك تفاصيل اليومين؟ على حسب أي يوم تسألني. حلو. يوم الخميس هو محرقة. محرقة. كنت تعبانة. وتدبير الويكند. الويكند. فاعتبره محرقة. يوم الأحد أكون متفائلة مريحة شوي من الأسبوع أول يوم في الأسبوع. مشتاقة. شوف على حسب أمانة أنا أحب اليومي لأنه حدثي، أنت مواكب الحدث يعني. أنت ذكرت نقطة جدا مهمة، مشكلة البرامج المسجلة، أنا أحب اللايف، مشكلة البرنامج المسجل وخاصة في عصر السوشيال ميديا كل مواضيعك محروقة منشورة أصلا راحت يعني، وغيرك أصلا جاب الضيف والضيف غير تصريحاته وصرح أصلا على سناب أو على حسابه في إنستغرام. ف في هذه النقطة أنا أحب اللايف وأحب اليومي، كمان الأسبوعي هذه مشكلة. طب أنت خلاص أنت ما وكبت الحدث صح؟ صح. فبس الأريح طبعا أسبوعي مسجل. أسبوعي مسجل يا سلام. وياريت نسجله مرتين في الشهر وخلاص يعني. عموما تليفون شغال ها؟ إيه طبعا عادي يعني وأنا أشوف. أيوة. إيه أوكي. شفت؟ ها؟ خالد يوسف جواله مغلق. حلو. الشباب بيتصلوا عليه. حلو وقت خبرونك ها؟ والله أنت طيبة وداشة معاهم في التحضير. طبعا في عنا جروب على الواتساب. حتى احنا نتواصل. حتى برنامجنا في جروب. أكيد. كل الشغل صاير على الواتساب أصلا.
كل البرامج. طيب كثير البروديوسر أدان أزعجني يقول أيه. كم عدد فريقكم هو يبغى يسمع الإدارة عندنا الظاهر كم في عنا وان بروديوسر منتجة اسمها راغدة معلول نوجه لها تحية وفي عنا واحدة انترفيو بروديوسر اللي هي مسؤولة عن الاتصالات والضيوف و وعندنا 1 2 3 ثلاث بنات بس وماشي واربع خمسة ضيوف في اليوم صح لا واربع خمس تقارير في اليوم طبعا مراسلين نعم طيب قلق يومي مهيرة صح اكيد اعصاب اكيد امراه لماذا تشغل بالها بقضايا الاخرين وهموم الاخرين ومشاكل الاخرين وافراح الاخرين ايضا وافراح وانجازات الاخرين مش غلط لكن يعني لماذا ننشغل بغيرنا في الاعلام يعني خاصه انت امراه كان بامكانك تنشغلين بشعر ولبس ومول وعطر فعلا وعرس وامس شفتي عرس فلانه حلوين في عندي مساحه من حياتي مخصصه لهالاشياء صراحه عشان ما انكر يعني وانا زي اي بنت احب الميك اب احب الملابس احب اسوي شوبينج بس في نفس الوقت انا بحب اروي قصه او بحب انقل قصص الاخرين حلو تسمع القصص يعني انت اليوم يعني قبل ما نبدا كنت تتكلم عن قصه يمكن تغير العالم يعني اللي هي قصه اي نق الراس اوكي حاليا كأنك تتكلم عن فيلم خيال علمي بس ممكن بعد 5 سنوات انت تقول انا هذا الشيء انا تكلمت عنه من 5 سنين ترى انا نقلت هذه القصة انا عرفت الجمهور الاماراتي عن هذه القصة صح خير ان شاء فانت ناقل قصة يعني وراوي الشيخ قال حرام اصلا يمكن يصير يتغير شكلها ما يعني احنا صعب نحكم على اي شيء في بداياته صعب تحكم عليه بس في النهاية انت ناقل القصة انت بكل اطرافها جميل عندك هاجس البحث عن المعلومة الجديدة ونقل الخبر الجديد للناس طبعا انا صحفية قبل ما اكون مذيعة من اول كنت في الصحافة انا صحفية يعني دمي صحافي يعني انا اتذكر ايام ما كنت في الاقتصاد يمكن كان انه انت تنزل خبر بلومبرغ ياخذوا الخبر منك تصريحات من طيران الإمارات من حتى مثلا رئيس الخطوط القطرية التشيرمن كنت أسوي مقابلات مع محمد العبار تصير هي عناوين رئيسية للنشرة أنت صانع خبر يعني أنت متخيل أنت صانع خبر أنت ما صانع خبر يعني أنت حتى تلعبين في الأسهم بعد لا من غير ما نلعب احنا ننقل اخبار كلهم يفكرون نلبس اخضر يفكرون الحياة حلوة يا جماعة ايش فيه لا تذي لا هم كانوا يربطوا الالوان باداء الاسهم بس لا طيب قبل ما اشوف الفيديو هذا وقبل كمان في فيديو ثاني انا على اساس فيديو واحد لا ايش سويتوا من وراي انا مشغولة بالبرنامج اشياء بسيطة والله من محبة يعني صدقا فريق عملنا يكل تقدير كبير الله يسلمك ويعني انا ما في شك اني انا يعني سعيد وتشرف ان استضيفك وحاورت أستاذة مهيرة غنية أنت؟ الحمد لله فلوس الدراهم مراهم يا عبد الله يعني شغلت في الاقتصاد وفي الإعلام علمني كيف أستثمر فلوسي بشكل أفضل وأنا كنت دائما أقول طبعا أكيد يعني بعد كل هالسنين وما نستثمر ليش غلط يعني في شيء غلط في الموضوع وأنا كنت دائما أقول للبنات يعني أنا يعني أخرني شوي في حياتي المهنية بس أنا استفدت من عملي في الاقتصاد أنا ما انشغلت في البداية أني أشتري شنطة وأشتري ساعة مثلا حتى يعني ما كثير أحب المجوهرات يعني أحبها بس يعني ما عندي هاجس اشتريت أسهم واشتريت عقارات واستثمرت يعني كان والوالد الله يمسيه بالخير صراحة هو كان أول واحد ينبهني هو شافني أنه عندي ميل زي أي بنت أني أصرف فلوس في أشياء ما لها داعي في رأيه هو طبعا فهو كان يوجهني حلو وبحكم عملي كمان كان عندي فرصة اطلاع أكبر يعني على فرص الاستثمار أنا ليش سألت السؤال هذا في عيونك نظرة قوة أنت امرأة قوية يعني وإن كنت رقيقة وجميلة ويعني أنثى في النهاية الله يحفظ لك عائلتك وزوجك وأهلك يعني لكن في النهاية في نبرة صوتك وفي طريقة كلامك ثقة كبيرة الحمد لله وتمكن يعني قوي ومسيطر قوي مسيطر أنا مسيطر على الوضع الصراحة مسيطر شوف كمان أنا متأكدة الشغل في الإعلام يعطي هذا الانطباع بس أنا في النهاية يعني في داخلي امرأة ضعيفة وفي داخلي طفلة تحتاج إلى الحنان بس أكيد يمكن أنا لازم أطلع على في النهاية جمهوري يستحق مني
أني أنا أكون قدر المسؤولية أنه هو يدخلني بيته. طيب. فما ينفع يدخل امرأة ضعيفة أو طفلة تفتقد طيب. إلى الحنان. على طاري الطفلة وذكرك للطفلة نبغى نشوف فيديو ونرجع نتكلم. أوكي. طيب معك. حضبي جيبك يا عبد الرحمن. طلع 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 الضبط. لا خطير. ايوه حلو. هذه هديه لبنتك. هيا ربل انا لي هديه. هذه هديه ليسمى. ليسمى لا شكرا. يسمى جايب لك ضب هديه. تومي هاو يسمى وينك وردني انا لوينك. هذا مهر يسمى ضب وعنز. طفلة رقيقة من طفولتها ضب وعنز. حرام عليك. يعني كملت سنة وأول مهر ضب وعنز. أنا والله بستنى بس يسمى تكبر شوي عشان أوريها هالفيديو. هتقولي لها حابة أشوف بس ردة فعلها إيش رح تكون يعني الصراحة. طيب الحديث عن الطفلة وعن الأم وعن الأسرة خاصة مع امرأة تعمل بجد واجتهاد وتعمل في عمل لا يقبل الخطأ والتهاون أمر يستحق أن نقف عنده إن شاء الله بعد فاصل قصير. حوارنا مستمر مع الإعلامية المميزة مهيرة عبد العزيز في من الآخر. حياكم الله أعزائي المشاهدين، عودة لكم وعلى الخير في حلقة الليلة من الآخر. والنجمة مهيرة، اسمك تعبني مهيرة. مهيرة 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 تصغير مهرة. هي تصغير مهرة مهيرة يعني المهيرة. نعم. جمهورك شو ناديك؟ الجداوي يناديني مهيرة. في جدة؟ ايه مهيرة مهيرة. اللبنانية بينادوني مهيرة مهيرة. المصريين بهيرة لأنه ما بيفهموا أول مهيرة يا بهيرة. طيب أوكي يعني طيب حلو. مش بهيرة مش بالباء ما في باء في الموضوع. والسوداني أعتقد لأنه عندهم شخصية تاريخية معروفة اسمها مهيرة فهم كمان يسموها مهيرة يعني. تمام تمام تمام. يعني الحمد لله اسمي يعني متوزع على على كل القبائل يعني. طيب أنا عندي اتصال راح يخبرني بموقف صار. حلو. يعني تصير احيانا بعض المشاكل في العمل الاعلامي. أيوة. وانت كاعلاميه تتقبلين طبعا الراي والراي الاخر. أوكي. هو نحن هدفنا من المكالمه فقط. أيوة. يعني أيوة. شو لا بحاول افهم ايش الموضوع. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال استاذي؟ اهلا وسهلا. كيفك شو اخبارك؟ الله يخليك طول عمرك. مشكلتك مع ضيفتنا شو هي عفوا؟ هلا ام يسمع. خالد خالد صوته غير على التليفون. خالد هلا هلا على التليفون. استاذ خالد يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك يا رب. نحن سعيدين ان يكون معانا عبر الهاتف. تسلم صديقي. تسلم تسلم. شو اسمي الضحيه؟ الضحيه هو ابو يسمى. ليش ضحيه؟ المحظوظ ولا الضحيه؟ بكيف عاد هو سأله. ابو يسمى هلا تسميك المحظوظ. والله احنا الاثنين محظوظين بعض. يلا الحمد لله محظوظ يستاهل. الله يديم عليكم المحبه. حياك الله ابو يسمى. اهلا وسهلا فيك. الله يحييك يا رب. احنا متشرفين تكون معانا. طبعا هذا اتصال ما تعرف عنه ام يسمى. لا تقول لك يا ويلك يا حرام عليك. لا يا ولك انت مو هو. انا اوكي انا بسيطه. عادي. ابو يسمى. ايوه. توافقني الراي بان مهيره قويه شويه يعني مسيطره؟ ايه بوافقك الراي. توافقني الراي؟ ايه قويه مسيطره يعني؟ هي قويه بس مش مسيطره لدرجه السيطره.
اسأل عن الطفلة وال هي تقول إن في طفلة في داخلها. أنا مو مصدقني. أنا معاك إن إحنا ما في طفلة ولا شيء في الموضوع. طيب. لا في تطلع في السنة مرة في السنة مرة. طب حلو. يلا الحمد لله دائما. أبو يسمى هلا. هذه القوة ما في شك إن في أشياء تهابها أو تخاف منها. أم يسمى عطني قصة كذي يعني من القصص الطريفة اللي عندك. والله أعطيك قصة سريعة. هو نحن في شيء مشترك بيني وبين مهيرة، الله يكرمكم، خوف عظيم من الكلاب. أيوة. كلب في إجر في إجرتين، يركض ما يركض، يمشي ما يمشي، عندنا خوف رهيب من الكلاب. فكنا في كنا في شهر العسل في روم. حلو. وكنا ماشيين في الطريق وجانا كلب يهوش علينا، فطبعا أنا في لمح البصر اختفيت وصرت على الصوب الثاني من الشارع. أنت حلو. شهر العسل. شهر العسل. طبعا مهيرة بروحها مع الكلب صارخ وما تعرف شو تسوي، وانا من بعيد الا مهيرة لا تخافي بس اعطيها انستركشنز، وانا كنت في منطقة الامان. هو انا في منطقة الامان خلاص. لحد ما جانا ابن حلال وانقذ الموقف على الموتور بايك وانقذها لمهيرة. ومن ذاك اليوم يعني اخذت اللي فيه النصيب انا، يعني كان شهر عسل. بس كمل القصة يعني، لأنه هو يعني جلسنا يومين ما نكلم بعض أو يعني أنا زعلت علي يوم كامل، كيف تخليني وتعرفني أنا كيف عندي رعب كبير من الكلاب فموضوع يا حيف والله. الله يسامحك يا أبو يسمى. الله يسامحك يا أخي. الله يسامحك. لدرجة في شهر العسل يوم كامل ما تكلمني عشان سالفة الكلب. الله يهنيكم يسعدكم يا رب. الله يخليك. تسلمني. شكرا. لو كان هناك من يقدم صباح العربية أفضل من أم يسمى، تختار منو؟ والله أختار أم يسمى فقط. بعد سالفة الكلب خلاص. خلاص صار تمام. ماشي تمام. بعدنا عم نقول لك خلتنا يوم شهر العسل وزعلت بعد، ما ينفع أقول شيء ثاني. الله يهنيكم. الله يهنيكم يسعدكم ان شاء الله يا رب. شكرا يا صديقي. شكرا شكرا, شكرا, شكرا يا سيدي. يعطيك الصحه والعافيه استاذ يا خالد ابو يسمى. والله يهنيكم ان شاء الله يا رب. في البيت انت زوجه ولا اعلاميه بعد؟ ما تطبخين وما تسوين؟ انا ما اطبخ بس ما لها علاقه بعمل الاعلامي. انا ما اطبخ، انا زيرو نفس في الطبخ، سيء للغايه، ما عندي نفس اصلا، لا هوا لا نفس أبداً. غير موجود والله. ولا يعني انا اسوي انه والله في مرة طبخت أمانة يعني أول ما تزوجت طبخت مرة وجبت 2 شهود، عزمت يعني واحدة صاحبتي وزوجها عشان يكونوا شهود عشان ما يأكل وينكر. صح. ما نضمن هالأيام يعني. صح والله. صح. أوكي. خاصة بعد حتى الكلب هذه. بالضبط. ما يعني ما في ويقول لي لا تخافي من بعيد، طب تعال ساعد سوي اي شيء. قول كش، قول اي شيء. هو قال لي لا تخافي ولا تبيني للكلب انك خايفه. اي كمان. يا سلام يا سلام. لا لا. فلسفته في الحياه رائعه الصراحه يعني. طيب. فالمهم فرجع البيت وقلت له انا طابخه اليوم عشاء، رجاء لا تتعشى ولا تطلب عشاء، وفي في ضيوف اليوم في البيت. جميل. فالمهم هو دخل شاف المطبخ قال لي في إعصار صار في المطبخ، في مصيبة صار، ما في صحن، ما في أي أداة من أدوات المطبخ إلا واستخدمتها ما شاء الله لأكل الأربع أشخاص. حلو. ويومين نغسل في المطبخ بعد يعني، فعشان ننظف المأساة. طيب. اللي أنا زويتها، فما حرام يعني. هو قال لي ارتاحي. طيب. رجاء لا عاد تعيديها. فاصل وبعد الفاصل نشوف أم يسمى وين طموحاتها، وإذا هي لا تطبخ ولا شو اسمه ولا تسوي شيء ولا وخاف من الكلاب وتخاف يعني. لا نهاية مصيبة. لازم نعرف وين مشاريعها القادمة المستقبلية بعد فاصل قصير. في من الآخر حوارنا مستمر مع المبدعة الإعلامية مهيرة عبد العزيز. مشاهدين حوارنا مستمر مع المبدعة مهيرة عبد العزيز. مهيرة أنا ما أحب أحاور مذيعين ولا أنا
أنا أول مرة أنا كل شوي يعني أمسك نفسي عشان ما أسألك سؤال، أنا متعودة أنا أسأل. شكلي ضيف أنا. من الآخر إيش يعني من الآخر؟ ليش من الآخر؟ مش من الأول، من الآخر. ليه من الآخر؟ إنه خلاص. الزبدة. العبرة بالخواتيم. اللعب، أوكي. صح ولا لا؟ صح مية. مش مهم البداية، المهم النهاية كيف؟ صح ولا لا؟ مثلك أنت بديتي هندسة طلعتي مذيعة. أي والله. صح. والله أعلم كيف رح ننتهي بعد. وين بتوصلين بعدين؟ اعتقد رح اكمل مذيعه او يعني في المجال. انا يعني احد طموحاتي انا بحب اكون كونتنت كرييتر، يعني صانعه محتوى. جميل. فمديره برامج، اسوي برامج. انت بمنصب يعني؟ اكيد طبعا رح اخذ منصب او افتح قناه. لا لا طبعا اكيد. الله. ايه طبعا. بس علاقتك مع زملائك فيها شويه تنشنه؟ كلهم يحبوني. في كم من واحد قالوا كلام؟ لا مستحيل. انت شوفي طيب شوف مع بعض ماذا قال زملاء الأستاذة مهيرة عبد العزيز. متابع معكم. والله مهيرة انا اعرفها من بدايات العربية على ما اذكر، كانت مذيعة في القسم الاقتصادي وكانت مذيعة متميزة، بعدين تدرجت في مواقع اخرى، الآن هي في بتقدم صباح العربية كمذيعة رئيسية. طبعا بوجودها بصباح العربية تميز البرنامج بشخصيتها وبعفويتها وبخفة دمها كمان. التعامل مع مهيرة بسيط جدا وسهل جدا، لأنه هي إنسانة بطبيعتها بسيطة. يعني مهيرة اللي بتشوفوها على التلفزيون هي مهيرة اللي بتشوفوها في الحياة الطبيعية، فبالتالي هي ما بتتصنع، وربما هذا أهم أسباب نجاحها. مهيرة نحن تعرفنا عليها في القسم الاقتصادي في قناة العربية، وكانت مميزة بتقاريرها، وفيما بعد طلب منا أن تكون في صباح العربية. بأول فترة بعتقد كانت بالمكانين بذات الوقت، فكان تحدي جديد لها، ولكن الحمد لله نجحت. يعني هلأ مهيرة شخص كتير إيجابي، مهيرة بطبيعتها كتير عفوية، كتير مهضومة، بتحب تمزح وتضحك، فبتجي الصبح full of energy، يعني بتكون حابة تضحك وتمزح، بتفوت كتير positive. هواياتها ما شاء الله هي متعددة، يعني تحب أشياء كثيرة، يعني ما في شيء معين حصلت هنا اهتمها فيه أكثر، إلا ممكن الفاشن أكثر، اهتمامها بمظهرها أكثر. لا لا تمام تمام. الله يسامحنا بس. تمام. لا لا على قلنا لهم امدحوها. لا ما أعتقد. جد؟ لا لا ما أعتقد. وأنت تباديهم الشعور وزملائك في العمل؟ أكيد طبعاً. أنا أحس أنه أنا فعلاً يعني عشان بس ما حد يلومني، يعني تقريبا بيت الأول، لأنه فعليا وأنت عارف وأنت زميل في المهنة، إحنا كم ساعة في الدوام؟ كثير أكثر حتى من البيت، فهو فعليا بيتنا الأول. والأغلبية ما رح، عشان من الحياة أبدا مو وردية يعني، بس أنه 99.9% الحياة حلوة والزملاء طيبين وحلوين ومعشرهم حلو. طيب أنت عندك هالخفة الدم وهالروح الطيبة، وليش أخبار ليش ما يكون عندك برنامج انترتينمنت، مسابقات ترفيهي؟ يعني انا اعتبر صباح العربية برنامج ترفيهي نوعا يعني ما، يعني خفيف لكن ترفيهي اجتماعي. في قيود انه احنا في قناة اخبارية، صعب يعني في حد معين لكم الترفيه. يعني ما اوكي ما ينفع مثلا نمزح بزياده وبعدين والان ننتقل الى الاخبار السياسيه. هذا هاي قوه برنامجكم، هذا ذكائك ومهنيتك. كم عمرك مهيرة؟ بلاش. طيب نشوف عيل نتابع في ويكيبيديا. نشوف الثمانينات ترتب رحلات سفر لها طبعا وللعوائل الاخرى مش العائلات. طيب ما شاء الله عليه ما يحتاج. لا طبعا يا عمر، يعني معقول انا في الثمانينات؟ لا 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 تنكري لا تنكري، في الثمانينات كان اوريدي عمرها 30 سنه. طيب عمر خلينا نختم معك، نسال بس بدي ايش المواقع طبعا احنا عندنا بس هنا مهيرة منهارة من موضوع عمرها، انه انكشف للناس انه في الثمانينات كانت 30. على العموم نشكر كثير الشكر يا عمر على هذه المواضيع، واكيد حنرجع تاني ونتناول موضوع اخر. يعني طب هو الضيف بأمانة ما شاء الله ما شاء الله في الثمانينات، يعني كمان طب انه مسحة يقصد مواليد الثمانينات؟ لا
هي قالت في الثمانينات، انا قلت في الثمانينات كنت اسوي حجوزات كمان. قال ما شاء الله، ما شاء الله. يعني ما شاء الله في الثمانينات. طيب يعني انه عمري 60 انه كم عمري يعني. طيب سمعنا صوتك حلو على فكره. لا لا صدقيني، لا لا صوتي حلو في الكلام، بس حتى في الكلام عندنا ترى فيديو، فيديو عندنا فيديو، بس بغني مستحيل. زين نشوف نشوف. لا لا مستحيل. انا راجع اشوفك سيرني حنيني، سيرني طار الكرسي. أوجه تحية لزميلي عمر إنه هو متحمل إنه أنا كل أغنية أغير في كلماتها بعد من كيسي، وهو من صابر. عادي، وهو دائما كده شر يعني، حرام خلي الأغاني. أيوة حرام. طب الحقيقة مدينة تحية طبعا كبيرة، ونحن نشكر أبداعك وحضورك وألقك وروحك الطيبة. الله يسعدك عبد الله. شو تحب تقولين في النهاية؟ حب أخذ الفرقة الموسيقية معايا تطلع في صباح العربية. بتواصل معاكم. تبغى تصير ها تروح عند برنامجه يو جو فور هير شو؟ نو نو ما في امل. بيروح اشارت اشارت انشارت اشارت. اوكي خلاص انا ما قلت باخذهم مدى الحياه يعني حلقه مره، مو مشكله. اكبر تحيه طبعا الاعلاميه المميزه مهيره عبد العزيز، تشرفنا فيك اليوم. تشرفت فيك عبد الله، وشكرا على الاستضافه. الامام دائما. الله يسعدك يا رب. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، وليله سعيده ونهايه اسبوع اسعد. الى ملتقى ان شاء الله قادم الاسبوع القادم الخميس الونيس. اجانبكم.